حلبة المصارعة ملتقى الأبطال، فيها زوايا أربعة مشدودة الحبال، مجد قديم وتاريخ عظيم، صغيرة لكنها دنيا من الآن. لا يكون الفوز فيها إلا للأبطال. رياضة المصارعة ليست للأشرار، من يفوز فيها ليس أن يسيطر أو يصيبه الغرور. هيا نخلص معا حلبة كل الشرور. حلبة المصارعة ملتقى الأبطال، فيها زوايا أربعة مشدودة الحبال، لها مجد قديم وتاريخ عظيم، صغيرة لكنها دنيا من الآن. لا يكون الفوز فيها إلا للأبطال. رياضة المصارعة ليست للأشرار، يفوز فيها ليس أن يسيطر أو يصيبه الغرور.